مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. بشكل سريع نشوف إيه أبرز عناوين جرايدنا النهاردة. خلينا نبتدي من الدستور والصفحة واحد ومنشات وتحركات مصرية لحشد المجتمع الدولي ضد الإرهاب في ليبيا، اجتماعات أمريكية بريطانية لوقف التدهور الأمني وبحث تنفيذ عمليات وإطلاق عملية مراقبة جوية لسماء طرابلس، الأجهزة الأمنية تتعقب منفذي حادث أتوبيس المنيا في 3 محافظات، التضامن 100,000 جنيه لأسرة كل شهيد و 40,000 للمصاب، مصادر استخباراتية ليبية تحت عنوان وصورة الثأر مقتل وإصابة 200 إرهابي في الغارات الجوية المصرية، والمتحدث العسكري نجاح تدمير الأهداف المخطط لها بالكامل. هو ده الثأر. صحيح، صورتين جنب بعض، الغدر والصورة المقابلة الثأر. نروح في نفس الموضوع في نفس الإطار لمقال الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق في الأخبار تحت عنوان أوان العقاب. المقال بيتكلم على الضربات المصرية الأخيرة الجوية. خلاصة المقال أو أهم رسالة تتلخص في آخر 4 سطور بقلم الأستاذ ياسر رزق. الأستاذ ياسر رزق بيقول في آخر 4 سطور من المقال: لن يطول الزمن، سوف تدور الدوائر ونجد في خضم الحرب على الإرهاب جثث طائفة أو طافية على مياه نهر أو بحر أو خليج. أشفق على شعب قطر المغلوب على أمره، ما لم يسارع بالتطهر سيجد علقما زرعه حكامه، ويومئذ لا ينفع لا إخوان ولا إيران. رسالة واضحة وكلام واضح في مقال ياسر رزق. رسالة يعني قوية جدا، أهنأ عليها الحقيقة. طيب نروح لليوم 7 والصفحة الأولى، ورئيس الوزراء يمدد العمل أسبوعا بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان. وفي أرقام بسيطة كده بشكل سريع ممكن نعرف إن السوبر ماركت ده إيه أهميته. معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، 122 معرض على مستوى الجمهورية، 1 مليون مستهلك حصيلة الأسبوع الأول للمعرض، 250,000 شنطة رمضان تم توزيعها، 30% حجم التخفيضات والتموين، تخفيض سعر اللحوم المجمدة ل60 جنيه للكيلو. بالتأكيد حاجة رائعة تحترم بجد. نروح أسمى لمواعيد المترو والسكك الحديد، وناس كتير جدا بيسافروا بيروحوا يزوروا أهلهم في الأيام الأولى من رمضان. تعالوا نتعرف كده سريعا على مواعيد جديدة لرحلات المترو والسكة الحديد. العمل لمدة 21 ساعة، النظام تم تطبيقه بالأمس في حوالي 1610 رحلة من رحلات المترو، بتصل عدد ساعات التشغيل ل 21 ساعة بدل 20 ساعة. التشغيل بيبدأ من الساعة 5:30 صباحا، وآخر معاد بيكون الساعة 1 صباح اليوم التالي. الدستور وصفحة 14 منشط خطة حكومية من 11 بند لخفض عجز الموازنة خلال 2018، من بينها التوسع في الدعم النقدي واستكمال الترشيد، و750 ألف فرصة عمل توفرها الحكومة بنهاية هذا العام لخفض معدل البطالة. نروح مع حضراتكم من الشروق حوار مع الأستاذ خالد عبد الجليل اللي هو رئيس الرقابة الفنية. بيقول يعني بتصريحات سريعا كده في الحوار، بيقول ان الرقابة لم تعد قادرة على منع عرض اي مسلسل. وضعنا 3 فئات التصنيف العمري 12 و16 و18 سنة، المسلسلات بيتم كتابتها وتصويرها على الهواء والرقباء هم من يدفعون الثمن. قال كمان: نحن بحاجة لإجراء تعديلات تشريعية لمحاسبة غير الملتزمين. دي أهم تصريحات السيد خالد عبد الجليل رئيس الرقابة والسلطات الفنية. هو احنا كده اخبارنا خلصت الحقيقه، كان بس نقول لكم لازم تبصوا على كنفاني رمضان، دوائر فنيه في الشروق صفحه 12. الحقيقه صوره حلوه قوي بس مش عايزين ناخدها، خلينا نخرج. طب خدوها كتر خيركم يا شباب. دوائر فنيه، الكنافه فعلا ده يعني فن، وفي نفس الوقت يعني ما ينفعش يبقى في رمضان من غير الكنافه البلدي الجميله دي. خلينا فن مدرسه بالفعل. نخرج لفاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم. خلي صباحكم دايما اون.